اي جيد زين. اي اخذنا الاورال وحكينا الادفانتج وديز ادفانتج وحكينا الانتر كوتينج وليش نسوي انتر كوتينج وشنو هو انواعه، ووصلنا اليوم الى السبلينجوال. السبلينجوال يعني وضع الحبه تحت اللسان، بليسمنت the drug under the tongue allows a drug to diffuse into capillary network. capillary network يعني هذه الآن لما واحد يوقف قدام المرآة ويفتح حلقه ويشيل لسانه يلقى أكو فد شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة صايرة تحت اللسان زين. فالدراج يعني الحباية تنوضع تحت اللسان فراح تذوب بهذه المنطقة ويكون مفعولها سريع زين. And therefore to enter systemic circulation directly sublingual administration of an agent has several advantages including يعني عملية استخدام الدواء تحت اللسان ب عدة فوائد. أولها rapid absorption، هنا امتصاص كل السريع زين وما أكو معوقات. طبعا لا يعقل أنه الإنسان يأكل ويستخدم دواء at the same time كما تعرفون زين، يعني أكيد الفم مال تفارغ فعليه هنا راح يكون امتصاص سريع للدواء. convenience of administration، ملائمة الاستخدام. أكو عندنا بعض الطرق تكون غير ملائمة للاستخدام زين، يعني مثلا الانجكشن بها يعني شغلانة وبها ترتيب ووضع وإلى آخره، أو مثلا مثلا تريد تحط الدهن على الجلد على سبيل المثال في منطقة مثلا بالقدم يعني وانت دا تمشي، يعني اكو عوامل. او استخدام الادوية اللي هي التحاميل بالنسبة ذول المرض المرضى اللي عندهم التهاب المفاصل او اللي عندهم البواسير الشرجية النازفة، يعني الاستخدام يكون حرج. بعد low incidence of infection، هذه الطريقة ما بيها تعرض الجسم الى التعفن الجرثومي مثل ما راح نشوف. وين يكون عندنا الهاي انسيدنس؟ بالبارنتيرال بالانجكشن زين. بعد باي باس اوف هارش جاسترو انتستينال جي اي تي انفايرمنت، يعني المحيط القناه الهضميه بدءا من الاستومك اللي بيها البي اتش 0.8 الى 1.5 الى الى الامعاء، ممكن ان هناك انزيمات وممكن هناك يكون هيدروكلوريك اسيد، هذا ياثر على الدواء او الدواء ياثر على هالمنطقه. يعني الحالتين موجودات، يعني اما الحمض الهيدروكلوريك او العصارات الهاضمه تاثر على الدواء مثل اي دواء مثل الانسولين، او الدواء يأثر على هاي المنطقة كان يكون هايلي أسيدك دراج زين، مثل أكثر الأنالجسك. أكثر الأنالجسك هي تعمل هذا العمل زين، الفولتارين، دايكلوفيناك، الاندوميثاسين، خو كلش هايلي أسيدك. طيب النقطة الخامسة avoidance of first pass metabolism، the drug is absorbed into superior vena cava. احنا مرت بينا هذه بالاورال وايضا راح تمر بينا بعد نحكي عليها، ما يسمى بالفيرست باس ميتابوليزم. طريقه السبلينجوال تعبر هذا يعني هذه الظاهره تتجنبها. ليش؟ لانه هنا الدواء مباشره راح يروح للفينا كافا. هذه طريقه طبعا هو نفس الـ طريقه الاستخدام، بس يعني راح اراويكم صور وشوفوها. الطريقه الثانيه سهوله بكل روت، هنا تحت اللسان. البكل روت هو وضع الدراج between cheek and gum، يعني بين الخد واللثه زين. مثل ايش؟ مثل حبوب المص. حبوب المص هذه اللي نستخدمها دائما بالسور ثروت،
بالكولد سايندروم، بالإنفلونزا، هذه كلها تفيدنا. أي حب مص أنت وين تحط الحب المص؟ ما تحطه على اللسان، حباية المص هذه اللوزنجز يصحوا لها لوزنجز، ما تحطها على اللسان، إذا حطيتها على اللسان ما راح تبقى. أصولا طريقتها بكر روت، البكر روت هو أن تضع الحب أو الدراج between cheek and gum، بين هذا بين الوجنة يعني من الداخل وبين اللثة. هنا راح نشوف وين هذه الصور، هذه الصور شوفوا السبلينجوال، باعوا السبلينجوال، هذا اللسان وهذه الكابيلاري نيتورك. زين هذه مثل ايش عندنا اي دواء يؤخذ سبلينجوال اللي هو الانجيسيد، انجيسيد اسمه التجاري والاسم العلمي اسمه نيتروغلايسرين، ياخذون مرضى الذبحه الصدريه من يصير عنده الم بالتشيست، زين يشعر بالالم ياخذ هذه الحبايه يخليها تحت لسانه، عرفت شلون، ويبدي يمصها، هي تذوب تتحلل سريعه التحلل. زين والافكت يشوفه كلش سريع يعني within minutes، دقيقه دقيقتين راح يشوف انه البين والسبسايد. واذا صار عنده هدك يعني معناته اوفر افكت، اوفر افكت لان هو هذا الدواء هو فازودايليتر، عرفت شلون، هو الالم منين صار؟ صار نتيجه اكو فازو كونستريكشن يعني اكو تضيق بمن بال بال بالارتريز، زين بالابيكارديال ارتريز صار عنده تضيق، فلما ياخذ الحب ايش راح يصير عنده؟ راح يسوي له فازودايليشن، عرفت شلون. فهنا هذا الدواء ليش يؤخذ سبلينجوال بالمناسبه؟ لانه هذا المعده الاتش الهيدروكلوريك اسيد بالمعده يكسره ما يبقي به شيء، وهو فولاتايل اويل بالمناسبه، والمريض يشعر من يحط الحبه تحت اللسان يشعر بها، بها طعم لاذع يعني يتحسس به المريض، عرفتوا. فلما ينتقل بالبدايه طبعا هو عنده الم، حط الحباية تحت اللسان ذابت دقيقة دقيقتين راح الألم، وظل يعني بعد الحباية لا زال أكو بقايا بها. هنا أكو أدفانتج ما مذكورة أنا أذكر لكم إياها، بعد دقيقة دقيقتين يجوز يعني الإفكت يظل مستمر، فش يصير عنده؟ يصير عنده هدك، الهدك شنو هو؟ الصداع شنو هو؟ هو فازودايليشن. فهذا مين صار؟ صار من بوست إفكت يعني أوفر إفكت إكسترا إفكت شتري يسميه. زين فش يسوي المريض بك حاله؟ يسوي سبيتينج يعني يبصق بما تبقى من هذا الدواء. هذه طبعا تعتبر ايجابيه يعني وان ادفانتج اور مين ادفانتج اوف ذس روت، انه يقدر المريض يتخلص منين؟ من بقايا الحبه حتى ليضل الصداع عنده مستمر. زين انا اسالكم، هل بالامكان انه المريض يطلع ما تبقى من الدواء لو كان ماخذها باذر يعني انذر روت يعني اورال انجكشن؟ طبعا لا ما يقدر، عرفتوا. هذه تعتبر من يعني ادفانتج من طريقه السابلينجوال. ننتقل الان الى البكل، شوف البكل وين موجوده، هذا تشيك من الداخل وهذه القم، يحط الحبايه اللوزنجز هنا. أنا أسمع طبعاً أو ألاحظ أنه كثير من المرضى من أقول له أنه طريقة تناول الحب الماس أو اللوزنجز أنه one lozenges every two hour، زين فيضحك يقول لي دكتور هي بس أحطها على لساني تخلص حبات الماس، ومن يقول لك أنت تحطها على لسانك؟ أنت شيلها حطها في هذه البكل باي بكل، زين خليها واحدة تذوب، واحدة تذوب وهي تفعل مفعولها، لاحظتوا طلاب؟ زين ننتقل الآن علما إلى البارانتيرال. البارانتيرال روت also referred as injection. من أقول بارانتيرال معناتها يعني بارانتيرال معناتها انجكشن، ولو التعريف مالتها محدد
هسه راح نشوفه. يقول is the fast test and the second communist route of drug administration، يعني أسرع وال تجي بالدرجة الثانية من الشيوع، يعني الأكثر شيوعا منه هي الأورال مثل ما أخذناها، وراها منه تجي الإنجكشن. The term parenteral is made of two words, par meaning beyond and enteral meaning intestine، يعني أي طريقة تستخدم غير الانتستين هي يسعوا لها parenteral، بس هي محددة بيمن بالإنجكشن، لأنه ما نقدر إحنا نطلق هذا التعبير. طبعا هذا التعبير موجود بالكتاب مالتكم المخصص اللي هو ليبنكوت، بس يعني هذا التعبير أنا عندي تحفظ عليه، لأنه لا يمكن أنه نعتبر الكريم أو التوبيكال هو بارنتيرال، يعني ما تصير، فهي طريقة خاصة بالإنجكشن. The common parenteral routes are intramuscular, subcutaneous and intravenous، يعني طريقة العضل زين وطريقة ال زين طريقة ال تحت الجلد وطريقة ال شنو طريقة ال الوريد، ثلاثة العضل تحت الجلد والوريد. Parenteral administration is used for drug that are poorly absorbed، يعني امتصاصها ضعيف من من الجي اي تي، مثل ايش؟ مثل الهيبارين زين امتصاصها ضعيف، الامينوغلايكوسايد انتيبايوتيك كل امتصاصها ضعيف، and for agent that are unstable in the GIT مثل الانسولين حكينا عليه. Parenteral administration is also used for treatment of unconscious patient، يستخدم للمرضى فاقدي الوعي، يعني انت عندك مريض فاقد وعي شلون تعطي العلاج؟ فيعني تعطي عن طريق البارنتيرال زين. And under circumstances that require rapid onset of action، هذه حكينا عليها اعتقد بالمحاضره السابقه، قلنا انه الاوبجكتيف مال تريتمنت هي اللي تحدد اختيار الطريقه، يعني شنو الاوبجكتيف؟ الهدف، الهدف من العلاج. يعني مثلا الان تيجيك مريض عنده حساسيه جنرال ارتكارية، حساسيه عامه كلها احمر صاير وفلاشينج وسوالينج زين، هذا لا يعقل انه تعطي حبه حبايه والحبايه يراد لها في 3-4 ساعات، هذا يراد له انجكشن، يراد له بارنتيرال، تنطي لازم انتي هيستامين، تنطي ستيرويد الى اخره زين. فاذا هذه رابيد اونسيت، او مريض عنده شوك زين، او مريض صاير عنده هايبرجلاسيميا، عنده دايبيتس، عنده سكر، داء سكري وتريد تنزل السكر مالته وتعطي انسولين، فالانسولين انجكشن زين. In addition these routes have the highest bioavailability and are not subject to first pass metabolism or harsh GIT environment. يعني هذه الطرق التوافر الحيوي البايوافيلابيلتي هو التواجد الحيوي، راح تجينا موضوع البايوافيلابيلتي. البايوافيلابيلتي للأدوية لباقي الأدوية مو مثل الأدوية اللي تأخذ عن طريق الانجكشن زين. شنو هو السبب؟ السبب أنه أن هذه الأدوية التواجد الحيوي لها كلش سريع زين أو عالي، في حين بقية الأدوية التواجد الحيوي مالتها يكون كلش بطيء زين. هسه راح تجينا شنو من نتطرق إلى موضوع التواجد الحيوي زين، راح نشوفه.
جيد. فإذا كل البارا انتيرال روت تعتبر إلى هاي بايوفيلابيلتي بالقياس المن إلى باقي الطرق. وأيضا بنفس الوقت تسوينا ما يسمى بالباي باس للفيرست باس ميتابوليزم. بالمناسبة هنا خلينا نشوف شلون يصير عبور للفيرست باس ميتابوليزم. ما موجود، خل اشوف هسه بعدين نجي. اي زين، راح يجينا هذا الفيجر، انا ادور عليه ما القاه. المهم ما راح تتعرض اي الدواء المعطى بطريقه البار انتيرال ادمنستريشن الى الفيرست باس ميتابوليزم، بالنتيجه ما اكو ضياع من الجرعه الدوائيه ولا ممكن ان يتاثر بالعصارات الهاضمه. ليش؟ لانه الدواء راح اما توديه للدوره الدمويه او قريب من الدوره الدمويه. يعني الدوره الدمويه بالاي في والانترامسكولار والسبيكوتينس هو قريب من الدوره الدمويه. بارنتيرال ادمنستريشن بروفايد ذا موست كنترول اوفر ذا اكتوال دوز اوف دراج ديليفر تو ذا بودي. طبعا اي دواء تطي بالبارانتيرال انت عندك كامل السيطره عليه. زين، الدراج مونيتورنج مالته كلش عالي لان كل الدواء موجود بالدوره الدمويه وانت تقدر تقيسه بالكامل وانت مسيطر عليه. هاوفر ذيس ادمنستريشن ار ايرفيرسبل اند مي كوز بين فير لوكال تيشو دامج. هنا بدا يذكر، كان يذكر الادفانتج، هنا بدا يذكر الديز ادفانتج. الارفيرزبل شنو؟ يعني مثلا يقول لك انت لما المريض يتناول دواء بطريقه البارا انتيرال ما ممكن انه يعني نوقف مسيره هذا الدواء. ليش؟ لان انت طيته بعد والدواء حطيته بالدم، يعني حطيت يعني شلته حطيته بالدم، شو اللي تقدر تسوي؟ بينما عندك مثلا طريقه الاورال، زين، عندك في 3-4 ساعات تقدر تسوي غاستريك لافاج، تسوي غسل معده، تقدر تعطي شاركول. زين، هذه الادزوربنت اللي هي المدمصات جاي من ادزوربشن، مو ابزوربشن، ادزوربشن. زين، هذني يحيطن بالدواء شليتنج ايجنت ويطلع عنه برا. تقدر تعطي كاثرتكس، مسهلات. زين، تزيد حركه الامعاء، توقف الامتصاص. عندك عدة طرق، عدة استراتيجيات من أجل وقف امتصاص هذا الدواء لو أنت طيته عن طريق الأورال. بينما الدواء المعطى بالبارنتيرال من الصعب أنه توقف الأكسس مالته، التقدم مالته. زين، بعد طبعا أنتوا كل زين تعرفون أنه معظم الانجكشن هي painful، يعني مو كلها painful. يعني الاي في، شوفوا اكو الوخزه هاي التشكه اللي الكل تخاف من عندها، التشكه واحد يصحوا لها الوخزه، وهذه موجوده بالاي في، موجوده بالسبيكوتينوس، موجوده بالانترامسكولار. بس الاي في painless. ليش؟ لانه الوريد ما بي نيرف. انت من تحط دواء بالوريد بس تشك يجوز يعني تاديك، ولا البقية يعني الوريد ما يتحسس بألم هذه الجرعة. ولكن الدواء المعطى عن طريق الاي ام بالذات، انه انت قاعد تحط كمية كبيرة من الدواء، يعني قد تصل الى 10 سي سي. زين، 10 سي سي هذا وين يروح؟ ده يروح بالعضلة، انترامسكولر، داخل العضلة. زين، بالعضلة. فهذه العضلة المشكلة شنو مالتها؟ المشكلة انه هذا الفوليوم مال الدراج قاعد يضغط على النيرف، فاذا ضغط على النيرف راح يصير عندك ألم. زين، هذه
هذا الألم جاي من هاي النقطة. وأيضا أكو بالسبيكيوتينس ألم، ولو الجرعة مال السبيكيوتينس عادة تكون كلش قليلة، مو مثل الانتراماسكولار. زين السبيكيوتينس بيها ألم، بس لكون الجرعة قليلة الألم يكاد يكون نيجلابل، يعني غير محسوس. فأر أكو خوف طبعا. الآن إذا أريد نجمع 100 واحد من الناس من المجتمع ونقول لهم أريد نضربكم أبرة، لعله في 60-70% ما يحبذون وعدهم خوف. لوكال تيشو دامج، هذا التكرار الادمنستريشن في يعني في منطقه واحده طبعا ممكن ان يسوي لنا تيشو دامج. اند انفكشن، طبعا انفكشن ليش؟ لان هذه الطريقه بها يعني جو خاص. اللي هو شنو هو الجو الخاص؟ انه تعقيم، يتطلب هذه التكنيك تتطلب تعقيم عالي. فإذا ما تساهل بالتعقيم ممكن أن يدخل بشكل غير مقصود شنو؟ يدخل مايكروبس إلى داخل الجسم، مو إلى داخل الجسم، إلى الدم مباشرة. فهنا القضية. The three major parenteral routes are intravascular، يعني intravenous or intra-arterial، intramuscularly and subcutaneous. Each route has advantage and drawbacks، يعني كل طريقة بها إيجابيات وسلبيات. لاحظوا طلاب هذا الفيجر، شوفوا طلاب أنتوا جاية تسمعوني، طلاب تسمعوني، أريد تفاعلكم يعني بين فترة وفترة. زين تسمعوني؟ ممتاز ممتاز. اي بين فترة وفترة اريد. جيد، شوفوا طلاب، باعوا الانترامسكولار، هاي هذه الميثود، هذه الروت، النيدل تكون زاوية 90 ويا سطح الجلد، والنيدل هاي النيدل، هذه النيدل شوفوها، هذا البودي اوف سرنج، هذا وياها، هذا البودي اوف سرنج، والنيدل هاي وياها، النيدل كلها تدخل. ليش؟ لأنه المصل آخر طبقة بالجلد، يعني باعوا كلها تدخل حتى يتحقق الانترامسكولار، والنيدل ويا السكن زاوية 90. شوفوا زين، نجي الآن إلى السبيكيوتينس زاوية 45. باعوا الآن إذا أريد ناخذ فتحة وهمي، هذه زاوية 45 باعوا ويا سطح الجلد. بالنسبة للانترافينوس، هذه يعني انترافينوس، الانترافينوس يتحسس الضارب، يتحسس الوريد. الوريد شلون يتحسسه؟ زين مثلا بالذراع، افتح لكم كاميرا واراويكم طلاب. ها انجكشن، شنو وات از ذا ديفرنس بتوين between injection and needle؟ طلاب الانجكشن طريقة، النيدل الانجكشن هو الطريقة. شلون نسوي الانجكشن؟ نجيب سرنج، زين هذه هي السرنجة، هذه السرنجة بها بودي وبها نيدل، زين بودي ونيدل. البودي عبارة عن بودي ومكبس، زين، وهذه نيدل. ايش عندنا؟ عندنا اما فيال وعندنا اما امبول، فنكسر الامبوله، نسحب الدواء، نحطه وين؟ هذا ويا الدواء، هذا ويا الدرج، هذا ويا، زين، ونسحبه ينتقل من الامبوله او الفيال، المن يصير داخل السرنجه، وبعدين نجي نضربه. الطريقه هاي كلها يصحوا لها طريقه شنو؟ بارانتيرال أو إنجكشن. أنواع الإنجكشن مو نوع واحد، زين مو نوع واحد الإنجكشن، زين. بس النيدل جزء من السرنج، ماكو يعني قياس بين الاثنين. الآن ننتقل لمن؟ ننتقل إلى شو اسمه، ننتقل إلى طريقة الآي في. خل أفتح لكم كاميرا أراويكم الآي في شلون تنضرب، زين جيد. هسه الآن
تشوفوني طلاب؟ تشوفوني؟ ها باعوا طلاب؟ تشوفوني؟ ها جيد، باعوا انتبهوا لي جيدا، انتبهوا، قاعد تشوفون ذراعي؟ باعوا. هذا الوريد عادة الضارب يتحسسه، شلون يتحسسه؟ يبدي يدق هالشكل، فمن اللي راح يدق؟ ايش راح يصير؟ المنطقة هاي راح تصير حمراء نتيجة الضرب. الوريد راح يبين ليش الوريد لونه أزرق، عرفت شلون؟ فإما بالضرب أو بالتحسس، بالتحسس يبين الوريد. طبعا العملية عملية سكيل، يعني بمرور الزمن كل ما تضرب أكثر كل ما تصير عندك معرفة، عرفت شلون؟ معرفة بمن بمكان الوريد. أنا كان أكو فد مضمد يعني بالصيدلية مالتنا، رجل كبير بالسن، هذا كان من يجي يضرب مباشرة قبل السرنجة يعني نيدل يروح بالوريد. فقلت له في يوم من الأيام أنا سألته، رجال كبير هو الله يرحمه اسمه أبو عماد، قلت له أبو عمي أبو عماد هذه شلون النيدل تروح مباشرة بالوريد زين؟ فقال لي أعرفها. قلت له شلون تعرفها؟ قال مثل واحد يوقع بحفرة. فهي طبعا عملية سكيل زين. فالآن نرجع للمحاضرة، هذه الطريقة الانترافينوس، هاي الطريقة ما موجودة بالمقرر مالتكم، يسمونها انتراديرمال، طريقة اللقاحات، عادة طريقة اللقاحات ينيمون الأبرة على الجليد بس تدخل، مجرد أن تدخل يعني ماكو يعني جو الإبيديرمس، ولذلك شو يصحوا له انتراديرمال، انتراديرمال، لاحظتوا انتراديرمال. جيد، الآن ننتقل المن إلى أول طريقة مهمة في هذا المجال، هي طريقة الانترافينوس. طبعا الانترافينوس، الانترافينوس طريقة الوريد اللي هي IV is the most common parenteral route، يعني الطريقة أنا في تقديري إيش قد أكو تخوف من عدها، إيش قد أكو تخوف من عدها، لكن هي طريقة رائعة زين وممتازة، ويعني الدواء يوصل بالكامل كامل الجرعة، ما أكو كل مشكلة بها زين، لكنه أكو فد حالة من الخوف عند معظم الناس، وأنه هذا بالوريد وأنه هذا الدواء راح يروح للدم، ويعني هذا موجود أنا ما أنفيه زين. For drugs that are not absorbed orally such as neuromuscular blocker etracorium there is often no other choice. إذن المن نعطي نستخدم هذه الطريقة للأدوية التي لا تمتص عن طريق الفم زين، وما نقدر نطيها بطرق بارانتيرال مثل IM سبيكوتانوس، ما بيها مجال يعني ما عندنا، there is no way just IV زين، فنطي بالوريد. IV delivery permits rapid effect and maximum degree of control over the circulating level of the drug. يعني شنو معناها؟ معناها الاي في تطيني مفعول سريع، ليش؟ لان انا قاعد اشيل الدواء وين احطه بالدم، فمن دا احطه بالدم معناتها ماكو ابزوربشن، بالمناسبه هنا ماكو، هو انا دا اشيل الدواء احطه بالدم راسا يصير بي ديستريبيوشن، يروح للريسبتر فاشوف الافكت خلال دقيقه او دقيقتين زين. يعني اكو بعض المرضى من يضرب مثلا